جاء في القرآن الكريم أن الحياة الدنيا إنما هي لهو ولعب، فسروا لنا ذلكم جزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى خلق الحياة الدنيا لمصالح العباد ولتكون مزرعة للآخرة، وجعل فيها ما يعين على طاعة الله. فالمسلم استفاد من الحياة الدنيا لآخرته، واستعان بما أعطاه الله فيها على طاعة الله، فكانت خيرا له. أما الكافر والمنافق وضعفاء الإيمان فإنهم تمتعوا في هذه الدنيا شهواتها واعتبروها لهوا ولعبا ونسوا الآخرة، فهي لهو ولعب في حق من أغفل الآخرة ونسي الآخرة واشتغل بالدنيا. أما من اشتغل بطاعة الله وعمر وقته في عبادة الله واستعان برزق الله على طاعة الله، فهذا الحياة الدنيا خير له، وهي مطية للآخرة ومزرعة للآخرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.